كابتن محسن، صفقة الأهلي الجديدة السنة دي طاهر محمد طاهر لعيب جديد تعاقدنا معاه السنة دي. طاهر محمد طاهر بالنيو لوك زي ما حضرتك بتقول، نيو لوك جديد لطاهر محمد طاهر، واحد من نجوم الموسم الجديد سواء مع النادي الأهلي أو مع منتخب مصر، بالأرقام بالأداء وشكله مركز. طاهر عند قدوم من المقاولين بدأ بداية جيدة مع النادي الأهلي، ثم حدث أن خرج برا التشكيل وثبت التشكيل وهو برا لفترة، دي ادت نوع من الارتباك الذهني بالنسبة له، هل أنا لعيب مش كويس، هل أنا مش قد النادي الأهلي، هل أنا ما أقدرش أقوم بالأدوار اللي بيقوم بها زملاتي، ليه أنا قاعد برا. الأسئلة دي على فكرة هي أسئلة يعني سلبية بتعطل اللعيب، لما يقعد يسأل نفس الأسئلة دي كتير بتعطله إذا تمكنت منه. بس عاجبني شخصيته يا كابتن مرسي، هو يعني هو بيشتغل على نفسه، ولعيب الاهلي انا بقولها دايما ممكن ما يبقاش فنيا 100% لكن لازم يكون شخصيه 100%. هو الولد عنده العزيمه والاصرار والصفات الاراديه عنده عاليه جدا، وبالتالي عندما تعرض لفتره للابعاد والتفكير في الاستغناء عن خدماته ومطالبه البعض برحيله وهجوم الاعلام الأهلاوي عليه، أدى إلى نوع من فقد الثقة.